طيب خلينا بقى نروح لموضوع تاني ونتكلم عن مباراة الأهلي وبيراميدز. المباراة كان بدايتها أو ربع ساعة غير سياق باقي المباراة، كانت مباراة طبعا انتهت ب 3-0 لصالح بيراميدز. المباراة دي مؤجلة من الأسبوع 28، وبكده بيتبقى الأهلي مباراة وحيدة أمام المصري البورسعيد يوم الأربعاء اللي جاي، اللي هتكون آخر مباراة مؤجلة للفريق وآخر مباراة في الدوري المصري في نسخته الحالية. خلينا نتكلم عن مباراة الأهلي وبيراميدز وآخر أخبار موسم الانتقالات الصيفية للأندية المصرية مع ضيفنا في الاستوديو محمد مهدي الناقد الرياضي. صباح الفل عليك يا مهدي، أهلا وسهلا بك. صباح الخير عليك. صباح الخير على كل السادة المشاهدين. الماتش امبارح شفته ازاي؟ بيراميدز والأهلي يعني بص، هو يعني كولر مدرب الأهلي لخص الموضوع في انه ماتش تحصيل حاصل كمدرب يعني، ولكن كجمهور طبعا مش ماتش تحصيل حاصل، لانه طول الوقت في مناوشات يعني بين الاهلي وبيراميدز خصوصا، يعني فانه النادي الاهلي يخسر من بيراميدز ب 3-0 نتيجه كبيره طبعا، وانه بيقتل دوري اللا هزيمه، فبالتالي انه الاهلي ما يخسرش الدوري كله ويخسر يعتبر قبل اخر جوله، فطبعا كان الموضوع صعب على جمهور النادي الاهلي. كولر عمل اجتماع للعيبه وخدهم على التتش. لا، هو كولر من ساعه ما جه مطبق سيستم كده انه اي ماتش يحصل فيه دروب للنادي الاهلي، هزيمه او تعادل، بيطلعوا بالباص من الاستاد على التتش، وتاني يوم لو في راحه بيتدربوا الصبح. فده السيستم من اول ما جه، ما كانش يعني لم يطبق خصيصا للخساره من بيراميدز يعني، ولكن الراجل من ساعه ما جه هو مطبق نفس السيستم ده، فبالتالي انه بيجرب كتير، لانه خلاص حسم الدوري يعني قبل نهايته بخمس جولات، كان عنده ماتشات مؤجله، بيلعب الماتشات المؤجله، الدوري يعتبر حسم بشكل خلص والماتشات كلها خلصت الا مؤجلات النادي الاهلي، فهو بيجرب. حتى يعني حتى كان كلامه في المؤتمر الصحفي انه الناس كتير سالته على انت يعني ليه ما لعبتش بالتشكيل الاساسي، خلاص انا يعني كسبت الدوري، فانا بالتالي انا بجرب بعض اللاعبين وبجربهم في ماتشات مهمه، بشوف اللاعبين، لانه في لاعبين ما شاركتش خالص مع كولر او شاركت لدقائق معدوده، فبالتالي انه الراجل خلاص يعني في الامطار الاخيره عايز يحسم مين اللي مكمل معاه في القائمه، مين اللي هيطلع اعاره، مين اللي هيمشي، ايه الصفقات اللي هيحتاجها، فبالتالي انه هو كان محتاج يجرب اكتر من لاعب. وشفنا حتى يعني التشكيل، بدايه التشكيل بتاعت النادي الاهلي كان جمهور كتير معترض على التشكيل، ليه ما لعبش بالتشكيل الاساسي، خصوصا ان جمهور الاهلي خلاص طول الوقت كسب الدوري، والراجل من ساعه ما جه ما فيش ولا بطوله خسرها، بكسب خمس بطولات مع النادي الاهلي في سيزون، يعتبر من افضل المواسم للنادي الاهلي، ولكن الجمهور النادي الاهلي طول الوقت عايز مكسب في مكسب في مكسب، عايز دوري بلا خساره، او ده كان الامل يعني. اصل في ناس بتقول كده وفي ناس بتقول لا، كان لازم انه في اخر خمس جولات انه كولر يريح اللاعبين الاساسيين، بحيث انه يدي فرصه للبدلاء، يدي فرصه انه اللعيبه الاساسيه يعني يلتقطوا الانفاس زي ما بيقولوا، ان هم بيشاركوا في اكتر من بطوله، الاهلي بيلعب في دوري الابطال والدوري المصري، ولعب سوبر ولعب كاس، وراح الامارات كسب بيراميدز في السوبر ورجع تاني، فبالتالي انه مشاركته كتيره جدا. الموسم اللي جاي صعب جدا، الاهلي هيشارك في السوبر ليج الافريقي، فبالتالي هيبقى مضغوط، وعنده دوري الابطال صحيح. وعنده كاس، وعنده كاس النخبه اللي عاملاه الرابطه، الاربع فرق هيشاركوا في يلعبوا في السوبر في الامارات، فبالتالي انه جدوله مزدحم جدا. في راي تاني يقول لك لا، خلاص الاهلي حسم الدوري، بعيدا بقى عن نغمه الارقام وانه دوري اللي هزيمه او غير اللي هزيمه، انه كان لازم اللعيبه الاساسيه كلها تريح ويدوا فرصه للبدلاء يعني. طيب انت بقى رايك ايه؟ لانه زي ما انت قلت، في ناس بتقول ان كولر كان لازم يجرب اللعيبه الجديده، وهو نفسه معترف انه كان لازم، خلاص انت حاسم الدوري فجرب براحتك يعني. وفي ناس تقول لك لا، ده ماتش بيراميدز ليه حسابات تانية، وزي ما انت قلت برضو انه دايما المباراه ما بين الاهلي وبيراميدز فيها حساسيه شويه. هو في النهايه انت لعبت بالتشكيل الاساسي وخسرت المباراه وخسرت الدوري اللي هزيمه، فبالتالي انه التارجت بتاعك ان الدوري اللي هزيمه خسرته برضه. طيب لا، انت ريحت اللعيبه بتاعتك. ايه السبب في ده؟ كولر ولا اللعيبه؟ لا، ما هو خلي بالك اللعيبه نفسها خلاص، هي يعني انا كسبت الدوري، فبالتالي انه حتى الحافز عندي ما بقيش اللي هو يعني مش بصارع ومش بحارب ان انا اكسب بيراميدز عشان خاطر دوري اللا هزيمه، انا التارجت الاساسي بتاعي ان انا كسبت الدوري قبل نهايه الدوري بخمس جولات، فبالتالي انه مع الارهاق يعني حتى لعيبه الاهلي كانت ناشره صور قبل المباراه ب 48 ساعه انه يعني نفسنا يعني نلتقط انفاسنا، واللي راح الساحل واللي راح كذا 24 ساعه وبيرجع تاني للتدريبات وماتشات. اللي نفع الاهلي السيزون ده انه السيزون اللي فات كان الزمالك حسم الدوري، الاهلي ما كانش ليه فرص، فبالتالي انه ريح كل اللعيبه الاساسيه، وحتى كان في تصريح شهير لسواريش مدرب الاهلي السابق انه الاهلي الموسم القادم سيفوز بكل البطولات، وده اللي حصل، لانه اللعيبه ريحت اكتر من شهر اللعيبه الاساسيه، فلما رجعوا فايقين يعني كملوا بشكل كويس جدا. انت دلوقتي ما قدرتش تدي اللعيبه فتره راحه كافيه، وخلاص انت بتتكلم انت داخل على نص سبتمبر هيبدا الدوري الجديد، عندك مشاركه في السوبر الافريقي او السوبر ليج، وعندك ماتش السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه في السعوديه،
في شهر 8، فبالتالي خلاص جدولك مزدحم جدا، وعندك الدوري وعندك الكاس لسه بتشارك في الكاس، وعندك السوبر في شهر 10 هتلعب في الامارات، مضغوط. فبالتالي مضغوط بشكل كبير جدا. كان لازم الفتره دي انه لعب على الاقل تريح شهر مثلا، واحنا بنشوف حتى يعني كل الدوريات الاوروبيه انه خلاص الدوري خلص، اجازه لكل اللعيبه، بيستمتعوا بوقتهم وبيرجع لفتره الاعداد. احنا شايفين انه لسه الفرق لسه راجعه من اسبوع مثلا تبدا معسكراتها، والفتره التدريبيه خدوا يعني بتاع شهر او شهر ونص، بيستمتعوا بالعطله بتاعتهم يعني. وده اللي كل طلبه من الاتحاد امبارح، فتره راحه للاعبين حتى ينتقدوا الالفاظ. هو الاتحاد مضغوط، فيعني هو من حقه يطلب حاجات، ولكن الواقع بيقول الدوري مطول معانا. يعني احنا لسه بتتكلم للدوري هينتهي يوم 26، لازم نحل سبعة. قصه المؤجلات. ما هي القصه مش القصه مش هتتحل، لانه يعني هنرجع نقول تاني برضو إنه المشكلة الأساسية عند النادي الأهلي مش فجائية. لا مش فجائية، ولكن هي المشكلة بمواعيد. احنا المشكلة معين. الأساسية عند مين؟ عند النادي الأهلي، لأنه بيشارك في بطولات كتير وبيكسب بطولات كتير، فبالتالي محتاج كل لعيبته، محتاج أنه الموضوع الأساسي بالنسبة له أجل ماتشات الدوري، وبالتالي انت مأخره يعني الدوري أنه ينتهي بسبب مؤجلات النادي الأهلي، أنه مشاركته في دوري أبطال أفريقيا بيوصل يعني للامطار الاخيره وبيكسب البطولات، فبالتالي لازم ياجل ماتشات. فده الحل، يعني ما فيش حل. يعني حتى لو الموسم اللي جاي اصعب من الموسم اللي فات، عندك كاس امم افريقيا في شهر راحه، فكل الدوريات اجازه، عندك حوالي 20 يوم البطوله المجمعه للسوبر، السوبر ليج، يعني الكاف نفسه قال ان الفرق الثمانيه المشاركين الدوريات ما يلعبوش في الدوريات المحليه، فبالتالي غصبا عن لازم تأجلي. صحيح. ولازم الدوري يمط معاكي لحد ما توصلي الحل بقى في موضوع المؤجلات، انه خلاص انا حاطط مواعيد بدايه ونهايه، واللي عايز يلعب يلعب، مش عايز يلعب يلعب، عندك صف تاني العب بيه، عندك كذا. لكن قصه ان انا افضل طول الوقت في نفس المشكله، ان انا باجل ماتشات عشان الفرق بتلعب في دوري الابطال، فهفضل في نفس المشكله. طيب، بيراميدز امبارح ظهر بشكل كويس جدا بعد اول ربع ساعه. في الاول الدنيا ما كانتش اظبط حاجه، لكن بعد الربع ساعه الاولى ما عدت، بيراميدز يعتبر ماسك كوره وعمل ماتش مهم جدا امبارح. دوافع بيراميدز عشان يفوز بهذه المباراه انه يفوز على النادي الاهلي بس، وده اكبر دافع. هو خلاص حسم المركز الثاني، حسم المشاركه في دوري الابطال لاول مره، فبالتالي انه الحافز اللي عنده الاساسي ان انا افوز على النادي الاهلي، خصوصا ان هو لسه خسران، يعني خسر كاس مصر. ده في حد ذاته بطوله بالنسبه. ايوه طبعا، لانه خسر كاس مصر من الاهلي، خسر السوبر المصري من الاهلي، فبالتالي انه البطوله بالنسبه له انه يكسب النادي الاهلي في الدوري، اسمه كسب النادي الاهلي، وبالتالي انه النتيجه كبيره انه يكسب بيراميدز، يكسب الاهلي 3-0، يؤكد انه لا، يعني بعيدا حتى عن النتيجه، لا هي فرقه يعني كويسه جدا، عندها يعني تكاد تكون مكتمله في كل المراكز، كمان بيفكروا في صفقات قويه جدا عشان دوري الابطال، فلا بيراميدز منافس قوي للنادي الاهلي، وهو طول الوقت في مناوشات بين الفرقتين وبين الجمهور وبين اللعيبه، هتفضل مستمره الى حين يعني ما يعني نشوف لها حل. ولكن يعني هي متعه الكوره كده، انه انت بتشوف صراع بين اهلي وبين بيراميدز، بتشوف يعني الاول كان عندك اهلي وزمالك، دلوقتي بقى عندك ماتشات قويه، لا اهلي وبيراميدز بقت الناس بتنتظر الماتشات، اهلي وفيوتشر الناس بتنتظر الماتشات، الزمالك وفيوتشر الزمالك وكذا، فبقى عندك اكتر من ماتش الناس بتنتظرهم، بقى ماتشات قمم. يعني انت الاول كنت بتستنى ماتشين في السنه، الاهلي وزمالك الدور الاول والدور الثاني، دلوقتي لا الناس بقت بتنتظر ماتشات اهلي وبيراميدز اكتر من ماتشات القمه، لان فيها زي ما بيقولوا الشطه اللي في الكوره دي شويه. مباراه امبارح باتشيكو كولر، نقول باتشيكو عمل ايه كويس وكولر اخفق فيه؟ كولر اخطا طبعا، انه زي ما احنا اتفقنا، لا اما تريح الاساسيين وتلعب بالبودره وزي ما يحصل معاك بقى تكسب تخسر، انت يعني خدت الاساس بتاعك انك انت ريحت الاساسيين، هو لا ريح الاساسيين ولا لعب بالبودره، هو عمل ميكس كده، حب يجرب اللعيبه اللي ما بتلعبش في ماتش قوي، فبالتالي انه كانت النتيجه انه الاهلي بيخسر 3-0، مع انه طبعا الكره فيها توفيق وعدم توفيق، انه يعني لعيبه الاهلي كلها امبارح ما كانتش موفقه، انه محمد عبد المنعم يسجل في نفسه، والماتش اللي قبله خالد عبد الفتاح بيسجل في نفسه، الشناوي ما كانش موفق، خط الدفاع ما كانش موفق، خط الهجوم ما كانش موفق، حتى كولر ذات نفسه في تغييراته خسران من برامزه، وبيسحب محمد شريف وبينزل لاعب مهاجم شاب يعني، فبالتالي انه حتى هو في تغييراته ما كانش مركز بنسبه 100% يعني. على النقيض باتشيكو، لا باتشيكو عنده يعني خسر كذا ماتش من الاهلي وبطولات مهمه، وقبل بيراميدز كان خسران نهائي دوري الابطال مع الزمالك، فبالتالي انه باتشيكو في دماغه طول الوقت انه يكسب الاهلي، وعمل بالورق اللي عنده، رغم انه عمل تعديلات في التشكيل، استفاد من الغيابات كمان اللي موجوده،
عنده غيابات ولكن استفاد بمشاركه المنتخب الاولمبي في بطوله امم افريقيا. محمود صابر وابراهيم عادل كانوا بعاد جدا عن المشاركه مع بيراميدز الفتره اللي فاتت، ظهروا بمستوى مميز في البطوله، وابراهيم عادل خد افضل لاعب، ومحمود صابر كان متالق بشكل كبير، اعتمد عليهم بشكل اساسي امبارح وكانوا من نجوم المباراه، فبالتالي بيجرب برضو اللعيبه اللي عنده، بيشوف هو ناقصه ايه ومحتاجاته ايه، وفي النهايه هو خد يعني التارجت اللي هو عايزه، وصل دوري الابطال وفاز على النادي الاهلي. طيب انا عايز اتكلم معاك في نقطه ثانيه وهي سلوكيات اللعيبه، يعني هتكلم على الاثنين، على الاهلي وعلى بيراميدز. بيراميدز هل في الدوريات الدوري الانجليزي مثلا اللعيبه بتضيع وقت كتير لما يبقوا فايزين، كل ما حد يلمسه يروح واقع على الارض وياخد فيها ربع ساعه تضييع وقت، هل ده بيحصل بره؟ لا انا ولا ده عندنا بس صراحة. ده بالنسبه لبيراميدز والعصبيه اللي كانت موجوده عند لعيبه النادي الاهلي امبارح، عند محمد عبد المنعم، عند حسين الشحات طبعا، وشفنا الموقف مش ظريف الحقيقه ان هو يحصل يعني من لعيب كبير زي حسين الشحات بعد المباراه. بص الجزء الاولاني بتاع ضياع الوقت ده ما بيحصلش غير عندنا يعني، بس. انه لانه ده اتكلمنا فيه كتير، وانه لازم الحكم يبقى صارم في القصص دي، وانه لو عاقب اللعيبه بشكل يعني قوي ده مش هيتكرر بالنسبه لك انت، يعني انت لو حسبت الوقت بالظبط اللي اتلعب من التسعين دقيقه ممكن تلاقي تلت ساعه طايرين من الماتش بسبب هو ما يقدرش يحسب تلت ساعه وقت مش هيقدر يحسب ده. وفي نفس الوقت مش هيقدر يعني بعد ما يحصل مره واثنين وثلاثه بيطلع كارت اصفر للاعب وبيتغاضى عن كذا حاجه لانه مش هيقدر يطرد لاعب او اثنين او ثلاثه هتحصل مشكله يعني، فبالتالي انه ده في دماغ اللاعب خلاص انا كسبان 1-0 فبالتالي انا اقدر اضيع وقت. القصه الثانيه بتاعت العصبيه بتاعت اللعيبه، خلينا نتفق انه في ازمه بين الاهلي وبيراميدز، ودي سببها للسوشيال ميديا انه جمهور الاهلي يعني زي ما يقولوا كده قوي على السوشيال ميديا، فبالتالي انه اللعيبه طول الوقت هي بتتابع السوشيال ميديا، ففي عداء بين الاهلي وبيراميدز، عشان كده بتشوف كل الماتشات اللي بين الاهلي وبيراميدز سواء تحصيل حاصل او مش تحصيل حاصل لازم يحصل فيها مشكله. يعني الاول كنا بنشوف مشاكل في ماتشات اهلي والزمالك دلوقتي بقيناش نشوفها الا يعني نادره، لكن هات ماتش اهلي وبيراميدز سواء الاهلي حسم الدوري او ما حسمش الدوري، في الدوري او في الكاس او في السوبر لازم تحصل فيه مشكله. ماتش السوبر الاهلي وبيراميدز في الامارات كان فيه مشكله برضو بين اللعيبه في ارض الملعب وهكذا، وماتش امبارح كان فيه مشكله بين اللعيبه وهكذا. فبالتالي الشحن الجماهيري تطور. عند جمهور الاهلي الموضوع تطور، ولقينا تويتس على تويتر، ولقينا تويتس من الجانبين، وفي اعلان من قبل نادي بيراميدز بالتقدم بشكوى يعني. بصي يعني الموضوع يعني طول الوقت عشان بيكبر. عشان يعني عشان خاطر نخلص من القصه دي، لو انت بتعاقبي المخطئ ده مش هيتكرر تاني. بمعنى ايه؟ انه سواء في وقعه امبارح الاخطا حسين الشحات او الشيبي، بالتالي انه في لجنه انضباط وفي رابطه انديه تاخد قرار سريع وقوي، والمخطئ يتعاقب. هو بيلعب بقى في الاهلي، بيلعب في بيراميدز، بيلعب في كذا، ياخد عقاب وعقاب قوي. اللي يعاقب غير العقاب اللي هيطبقه النادي. ماتش السوبر في الامارات حصل نفس المشهد وجه في الشاشات والقصص دي كلها، ما فيهاش حد اتعاقب لا من الطرف ده ولا من الطرف ده. فبالتالي لما اعمل انا الموضوع ده مره ثانيه ومره ثالثه خلاص ما انا عملته قبل كده وانت ما يعني ما قلتليش حتى السلام عليكم. فهو طالما ما فيش يعني عقاب رادع لاي حاجه بتحصل خطا هنفضل مستمرين في القصه دي، وهنفضل بقى في نفس الدوامه ان احنا لينا 7 شهور بنسال يا جماعه فين عقوبه كهرباء؟ طب اتطبقت ولا اتلغت؟ طب فين عقوبه دونجا؟ طب اتطبقت ولا اتلغت؟ والناس تطلع في اتحاد الكوره يقول لك اصل عقوبه قصاد عقوبه عشان ده اهلي وده زمالك، مفيش حاجه اسمها كده. صحيح. بنشوف كل طبعا. الدوريات ادخل نادي في 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 الدوري بيتطبق عليه العقوبه ماليه وايقاف والى اخره. انت عندك ده ما بيحصلش ده، فده هيفضل مستمر الى حين تاخدي قرارات قويه ويعني ملزمه لكل الفرق كبير بقى وصغير، هتلاقي التزام بعد كده. يعني لو في المشهد بتاع امبارح ده انت خدت عقوبه قويه ضد المخطئ، ما اعتقدش ان هو هيكرر ده تاني او غيره هيكرر ده تاني لانه بيبقى فيه عقوبه. صحيح. نعم. طيب نروح بقى لنجم المنتخب الاولمبي محمود صابر، رجل المباراه بالامس، ايه رايك في ادائه؟ محمود لاعب كبير جدا. يعني اتظلم في بيراميدز لانه لاعب شاب ما بياخدش فرصه، بيراميدز مليان يعني نجوم، فبالتالي انه مشاركته قليله، المدرب ما كانش يعني عنده يعني عنده لعيبه كبيره، فبالتالي ما عندوش فرصه انه يدي محمود صابر يعني مساحه كبيره من في المباراه، بيشارك على اجزاء صغيره، فبالتالي ما كانش بيظهر قوي يعني. ولكن مع مشاركته مع المنتخب الاولمبي في بطوله امم افريقيا في المغرب لا ظهر بشكل كبير جدا، وان يعني كل الدنيا قالت انه لا لعيب كبير جدا. اللي حصل ده كان فايده لمحمود صابر انه بعد ما رجع من المغرب بيشارك بصفه مستمره مع بيراميدز، واعتقد انه يعني من العروض حتى اللي جات له سواء من داخل مصر او من خارج مصر انه الفرقه متمسكه بيه، وانه هيبقى ليه دور كبير مع باتشيكو في الموسم القادم يعني.
ايام قليله الزمالك عنده بطوله العربيه، هيعمل ايه ولا الامور ماشيه في سياق ايه؟ بص الزمالك قدامه فرصه ذهبيه، لا يكسب كل حاجه لا يخسر كل حاجه. يعني خلينا نتكلم بامانه، الزمالك عنده مشكله القيد، عنده مشكله عليه فلوس كتيره جدا في الفيفا، فلوس سبورتنج وفلوس اتشيم بونجو ولسه فلوس خالد ابو طيب وبتاع، فبالتالي انه رقم كبير جدا. والزمالك عنده ازمه ماليه، اللعيبه دي هي اللي موجوده هي لعيبه نادي الزمالك وليها مستحقات، فبالتالي انت عندك فرصه بطوله عربيه ما كسبها بتتكلمي في 6 7 مليون دولار لو كسبت البطوله. انديه كبيره جدا بتشارك في البطوله، الدنيا كلها هتتفرج عليك، فبالتالي انه القصه عند لعيبه نادي الزمالك انت تقدر تخرج من كل المشاكل اللي عندك دي. الزمالك لو كسب البطوله بقى عنده السيوله الماليه انه يقدر يحل كل مشاكله بتاعه الفيفا، ويقدر يرجع القيد تاني بالظبط، تدفع غراماته وتريح دماغك ويرجع القيد وتجيب صفقات وتكمل في طريقك. غير كده خلاص يبقى انت يعني انت اللي حاطط نفسك في المشكله دي، انك مش هتقدر تحلها. عندك ارقام كبيره جدا في الفيفا لازم تدفع، ولو ما دفعتش القيد هيفضل مستمر موقوف، فبالتالي مش هتقدر تجيب صفقات، فهتخش السيزون اللي جاي سواء في الدوري او الكاس او الكونفدراليه بنفس القوام ده، والمدرب ذات نفسه اوسيريو بيقول انا عندي مشاكل، انا محتاج صفقات، محتاج يعني قال كل مؤتمر بيطلع يقول نفس الكلام، محتاج مدافع بيلعب برجله الشمال، وبيحتاج مهاجم صريح، ومحتاج لاعب 8 يعني، فلازم توفر له ده، مش هتقدر توفر له ده غير لما يترفع عنك القيد، ومش هترفع عنك القيد غير لما تدفع الفلوس بتاعه الفيفا، وبالتالي انت ما عندكش فلوس. فالبطوله العربيه حل جذري لمشاكل نادي الزمالك اذا اراد لاعبو الزمالك ذلك، بعيدا بقى عن الاسماء الكبيره اللي مشاركه في البطوله طبعاً. ولكن انه خلي بالك يعني كل انديه نادي من الانديه اللي مشاركه ليه تارجت في البطوله، يعني ما تقنعيش انه النصر السعودي بيفكر انه يكسب البطوله العربيه، هو بالنسبه له فتره اعداد، انه حتى الكلام اللي طلع انه نجوم الفريق مش هيشاركوا في اول ماتش او ثاني ماتش، انه هو عنده معسكر في البرتغال وعنده معسكر كذا هكذا بقيه الفرق الكبيره. انت كنادي الزمالك لازم يبقى تارجتك بقى ان انا لازم اكسب البطوله عشان احل كل مشاكلي وابدا انطلق بقى للفتره اللي جايه، لانك انت الموسم اللي جاي داخل على موسم صعب جدا. الاهلي بيقوي صفق التيم بتاعه، بيجيب صفقات، ده بقى اللي عايزين نتكلم فيه دلوقتي، بيراميدز عنده صفقات يعني عنده فريق كويس وعنده صفقات، فبالتالي الزمالك لو ما لحقش نفسه لا هيبص يلاقي نفسه يعني بيتراجع، فبيتراجع يعني. طيب عايزين نتكلم سريعا كده عن الانتقالات الصيفيه. اعتقد الانتقالات الجايه دي هتبقى يعني ساخنه جدا بين الاهلي وبين بيراميدز. الزمالك تفاوض مع اكثر من لاعب، ولكن مشكله القيد هي اللي موقفه كل ده، فاذا ما عرفش يحل مشكله القيد فبالتالي الزمالك ملوش، مش هيعرف يجيب صفقات يعني. وغالبا انه مش هيجيب صفقات يعني، حتى لو حل مشكله القيد هيبقى بيتكلم في 3 4 صفقات مع عوده الست لاعبين المعارين، منهم 2 يعني اجانب، واحد مدافع واحد مهاجم، وبيتكلم على محمود حماده لاعب وسط فاركو، ومحمد شحاته لاعب وسط منتخب الاولمبي وطلائع الجيش. دول ابرز اللعيبه اللي الزمالك بيتكلم عليهم يعني الفتره الجايه اذا نجح يحل مشكله القيد. الاهلي خلص مع امام عاشور، واحده من افضل الصفقات يعني، لاعب وسط اعتقد من افضل لاعبي الوسط في مصر، لسه سنه صغير لسه ممكن يدي بشكل كبير جدا. عنده يعني الراجل طالب جناح شمال، بيفاوضوا لاعب مغربي اسمه رضا سليم، في يعني لسه خلاف بين اداره الاهلي وبين لعيب شاب 23 سنه تقريبا صغير، ولكن الاداره يعني الجيش المغربي طالب فيه 3 مليون دولار، الاهلي عايز يدفع مليون و200، فبالتالي ان هي القصه في الـ في الـ في, الـ في المقابل المادي، خصوصا انه بيراميدز كمان متداخل في الصفقه بيعلي السعر، فبالتالي انه لسه الامور ما وضحتش. الاهلي حاطط عينه طبعا على سوزا المهاجم البرازيلي، النادي بتاعه مش راضي يسيبه حتى الان، كان منتظر انه كان مدي وعد للنادي الاهلي انه وافق، بس قال استنى انا هجيب مهاجم في فتره القيد، جاب مهاجم شاب، فتره القيد قفلت في كوريا، فبالتالي مدربه رافض انه يسيبه، الاهلي لسه بيعمل محاولات معاه. دي برضو الاهلي خلي بالك مش هيعمل صفقات كتير لانه عنده مجموعه كبيره ودفع رقم كبير في امام عاشور، فبالتالي مش هيقدر ان هو يجيب صفقات كتير يعني، بيجيب اللي هو النواقص اللي هو محتاجها بالظبط، مهاجم وجناح ايسر. اعتقد بيراميدز داخل في كذا صفقات، بيفاوض مهاجم يانج افريكز التنزاني هداف الكونفدراليه النسخه الماضيه، بيفاوض رضا سليم اللي احنا قلنا عليه اللي هو في صراع بيه مع النادي الاهلي، منتظر موقف طارق حامد انه لو مشي من اتحاد جد السعودي انه بيقدم له عرض كبير جدا انه يجي يرجع على بيراميدز، فبالتالي انه هيشارك في دوري الابطال لازم يقوي صفوفه. عشان كده بقول لك الفتره اللي جايه فيها كلام كتير، فيوتشر في 3 4 او لاعبين بيراميدز بيفاوضهم، محمد رضا بوب، وفي صراع بينهم بيراميدز وبين الاهلي على رضا بوب وعمر كمال، لانه يعني فيوتشر في طريق انه يقلل النفقات، فبالتالي محتاج ان هو يبيع افضل العناصر اللي عنده يعني. يعني نقدر نقول موسم انتقالات صيفي متحرك، مش هنقدر نقول عليه ساخن جدا، ولكن شايفين فيه اكشن وحركات. لسه بدري خصوصا انه الدوري لسه ما خلص. اكيد اكيد. كل الشكر ليك محمد مهدي النقد الرياضي، نورتنا وشرفتنا، شكرا جزيلا ليك.